السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة دي مهمة جدا، بتتكلم على Open Source Options for Education، البرامج مفتوحة المصدر المهتمية بموضوع التعليم او مركزة على موضوع التعليم. ممكن احنا عايزين برنامج مثلا معين عشان نشرح للطلبة عليه عشان لكن بيكون غالية، فدي البدايل المجانية او الاوبن سورس. الاوبن سورس بشرط يكون مجاني لكن بيكون رخيص جدا، يعني 99% منه مجاني وممكن 1% كده بيبقى بفلوس، لكن بيكون بفلوس خفيفة وبسيطة لان كود متاح ان حد ينزله ويشتغل عليه. فيرشوال ليرنينج انفايرومنت في اكتر من واحد وكلهم مجانيين. في لو انت عايز تصور محاضرة عندنا في اوبن كاست، كام ستوديو برضو بيسجل موضوع صوت اوديو سيتي، والبرامج دي مشهورة جدا. يعني لو في اونلاين، لو في محاضرة اونلاين ممكن او ويبنار ممكن تستخدم اوبن ميتينج او بيج بلو بوتون. في لو فيديو ستريم ممكن تستخدم حاجة من دول. ممكن انتراكتف كونتنت لو عايز حاجه يعني فيها انتراكتف بدل ما تستخدم البرامج ديت اللي هي بفلوس، ممكن تستخدم البرنامج دوت. اي بوك لو انت عايز تعمل اي بوك بدل ما تستخدم مايكروسوفت اوفيس او ادوب اكروبات، انا بستخدم لايبراري اوفيس او ممكن تستخدم اي بديل من دوت. اي بوك مانجمنت اهوت. في كولابريتيف اوثرنج لو في اكتر من حد بيعملوا نفس الحاجه او عايز يتعاونوا مع بعض في كتاب. اسسمنت برضو في كذا بديل مجاني حسب ما انت عايز. لو انت عايز تعمل كاستروم تولز في اوبن سانكوري. في طبعا ممكن تستخدم لو في بديل مجاني بس مقفول ما فيش مشكلة، يعني بس عارف كتير بستخدم برامج جوجل. طيب لايبرير سيستم في اكتر من واحد. في ريدنج ليست ممكن تستعمل دوت. ديجيتال كولكشن مانجمنت. في موبايل سوليوشن لو انت عايز تعلم الطلبه من خلال الموبايل، في برضو بعض البرامج اهيت. مانجمنت انفورميشن سيستم، سكول تول، اوبن استوديو. فبدل ما دول تدفع فلوس كتيره عشان تشتري برامج ممكن نستعمل الحاجات دي. في طبعا لو انت بشغل على اوبونتو برضو بدل ويندوز ممكن نشتغل على لينكس تبقى جميله. لو انت عايز تعمل افلام البلندر ده قوي جدا، انا استعملت البلندر واستعملت الاوبن شوت واستعملت الكي دي اي ان لايف، تقدر تستعمل اي واحد فيهم بيدي نتائج روعة. لو انت عايز تستخدم حاجة زي الفوتوشوب ممكن تستخدم ذا جيمب، وبالذات الاصدار الحديث اللي نزل من كام يوم فيه شوية تطورات حلوة. وبدل ادوب لايت روم ممكن تستعمل دارك تيبل، وبدل ادوب الستريتور ممكن تستعمل انكسكيب، وبدل الادوب انديزاين استعملته كتير الادوب انديزاين دلوقتي في سيكروباس ده برضو كويس. البلندر طبعا مشهور جدا بديل للثري دي ماكس. الكيو كاد واللايبراري كاد لا يقارن طبعا بالاوتوكاد لكن يعني لو مضطر، انما طبعا الاداء بتاعهم مش حلو للامانه. يعني الفري كاد ده برنامج قوي جدا ممكن يغنى عن السوليد وورك. لو انت بتتكلم بقى على فيجوال ستوديو عندنا بدائل كتير اكتر من دول بكتير، يعني بالذات في موضوع البرمجه هتلاقي بدائل كتيره مجانيه. طيب لو انت بتتكلم على البرمجه، سكراتش مجاني، البايثون مجاني، البي اتش بي مجاني، روبي مجاني. فده حاولوا ان انت تنشروا فكره البرامج المفتوحه المصدر لانها بتوفر ملايين. تمام. وفي عندنا طبعا ممكن تفتح بقى المصادر ديت عشان تشوف ايه البرامج مفتوحة المصدر اللي ممكن الناس تعتمد عليها.